لنا على النجوم، حيت انا ماشي نجم، انا غي بلومبي، يعني كنمشي نصوب شي لعيبه وكنتخلص كلشي في حالي. لا انا قلت هذه القضيه، جاوبت على هذا السؤال هذا شحال هذه. صوت واحد المجموعه ديال الاعمال اللي كانوا فيهم ناس ديال السوشيال ميديا، وكانوا عندهم كفاءه، وكان عندهم يعني اللي عنده الكفاءه محبابي بيان سور محبابي، واللي ما عندوش الكفاءه غادي يضمحل بوحده، يعني غادي يتلاشى بوحده. يعني انا ما عنديش هذا المشكل. هي انا بغيت نقول لي انا ماشي نجم، يعني انا ما كنامنش بهذه القضيه ديال النجم. انا مجرد ممثل كنحاول نادي بصدق واحد لهذا ونوصل للقلوب ديال المغاربه بالصدق وصافي. هادشي اللي كاين اكيد اكيد اكيد، لان ماشي غير الفنان المغربي، راه المغاربه كله العالم كامل جيتي تشوف تعطر من كورونا ماديا. وكنظن ان ما عرفتش والله ما عرفتش نجاوبك على السؤال، حيت هذه مسألة كتبقى مرتبطة بالله عز وجل، يعني هو اللي كل واحد كيعطيه الباك ديالو الرزق ديالو راه كيوصلوا. وكفانا زعما ديك الانرجي نيجاتيف وديك الطاقة السلبية، وديرها كنشكي وكنتهموا اتهامات اكوش ادغوات، نتهموا في هذا الوزير ونتهموا في هذا الوزير، وزعما بلا سابق علم. جوستومون هذا مشكل جاي اصلا من هذا، كتلقى واحد مشارجي 5 ديال الدرهم وكي كريتيكي في مسؤول اللي مسكين جهده راه هو هذاك، لان هذه ازمه ولا ازمه عالميه، وهذا الشيء واقعنا بوحدنا غنقولوا تيان المسؤولين ديالنا ما قايمين في الواجب، هادشي راه العالم كان. اكيد 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 يفو با زعما يفو ايتر بوزيتيف، ونحاولوا نبغيو بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا ونكون غير الخير ان شاء الله. اكيد السينما المغربيه عندها ماضي، بعدا باش يكون عندها مستقبل، عندها ماضي اللي معروف، والسينما المغربيه سماوها واحد الوقت في الالفينات، في ديك 2005 من 2005 حتى 2010 بحاصده الجوائز، سيرتو لي فيلم دوتور، الافلام اللي كتكون سينما المؤلف كيمشيو للمهرجانات ضروري كيجيب شي مخرج ومخرجه كيجيب جائزه. يعني السينما المغربيه ما بقاتش، ما بقيناش كنسميوها الفيلم المغربي كيف كان من قبل، دابا كنسميوها سينما مغربيه قائمه بذاتها. كاين واحد لاكس خو ولا واحد الكرين اخر ديال السينما الجماهير، سينما الجمهور، اللي تا هو دابا بدا كيدالي الفيلم دادوس اللي جا الجو المغاربه اللي بقطر. كنظن السينما المغربيه بخير، واخا قالت لنا الاستاذه بركه، واش بركه نيس بركه صافي بركه تحياتي.